عيدوا معه في ملكوته. على طول الواحد أول ما سمع الخبر قال يا بختكم، يا بختكم، لأن أنتم يعني اختاركم المسيح تعيدوا معاه في السماء مش تعيدوا على الأرض. الأمهات أو البنات اللي راحوا السماء ده معناه كبير قوي، معناه أن ربنا اختارهم فعلا لمكانة كلنا بدون استثناء نشتهي أن احنا نوصل للمكانة دي. أجمل نهاية لأي مسيحي أنه جسده يتقدم ذبيحة لربنا. فطبعا لو عاش طول العمر في إيه أحلى من أنه يقدم عمره في آخر عمره لربنا، ما كلنا هنمشي. فمن قلبي بقول لهم يا بختكم، يا ريتنا كلنا زيكم.